ممكن تفهميني انت شو عم تعملي؟ اهدي شوي وطولي بالك، ما انا مستاهله تعصبي ضرتي. هاي الصيغه ما انا الك، هاي الصيغه بتكون الي انا، انا اللي جبتها. صحيح، هاي الصيغه مبينه انها صيغتك. مو معقول ضرتي، بصراحه انا كثير بحب ذوقك الحلو واختياراتك، لهيك انا حبيت جيب من نفس الصيغه اللي عندك. وهلا نحن التنتين عم نلبس نفس الصيغه ورح نكون بنفس الاناقه. ماشي اللي لي حلوه. متأكدة إن ما نصيغتي؟ الصيغة تبعك موجودة بالخزانة.